استعرض نائب رئيس مجلس النواب ناصر باجيل خلال لقائه القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بصنعاء أندريت تشيرنوفول طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتعاون القائم بينهما بما يخدم آفاق المصالح المشتركة بين الشعبين اليمني والروسي. وسلم نائب رئيس مجلس النواب القائم بأعمال السفارة الروسية في اللقاء الذي حضره عضو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بالمجلس بسام علي حسن الشاطر رسالة للسلطات الروسية المعنية بشأن ترتيب لقاء وفد اليمن البرلماني المشارك في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا بمدينة سان بطرسبرغ الروسية مع المسؤولين في مجلس الدوما الروسي. وأعرب عن أمله في إنجاح هذا اللقاء لبحث العلاقات الثنائية بين مجلس النواب اليمني ومجلس الدوما الروسي في المجالات المختلفة وإطلاعهم على طبيعة العدوان الذي يشنه التحالف السعودي على اليمن منذ نحو 3 أعوام وما ينتج عنه من معاناة للشعب اليمني وخاصة في المجالات الإنسانية. عقد مجلس الشورى جلسة له برئاسة